شوف اون رياكسيون نيجاتيف سلبيه عندها لازم تكون اون فاس ديل دو رياكسيون بوزيتيف باش تيليمينا. هشيما ونحن نقاوم شفتوا يعني حاجه يعني لما يكون عندك شعور او خلينا نقولوا شعور سلبي لازم لك شعور مرتين اكثر ايجابي باش تقدر تنحي السلبي. اسهل شيء انك تكون سلبي واصعب شيء انك تكون ايجابي. هي اسهل شيء تكون سلبي قلت لك باسكو العقل تاعنا مخدوم لهذا الشيء، باش ترجع ايجابي راهي خدمه.